السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جانا كل ما فيديو جديد دائما على قناه قناتكم تخفيضات ساره. كيف كان عندكم ديما بالجديد، كل ما فيديو اللي غادي يكون فيه الجديد ديال سواني وكذلك حتى الجديد ديال لمبيخرات سلعه ديال الكريستال، واهم حاجه باحسن ثمن ان شاء الله غادي يكون اليوم دي سول دي زوينين بزاف، وكذلك حتى دي موديل اللي جداد في المحل. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يزورنا في المحل فاكيد مرحبا بكم كاملين. المحل كيتواجد بمدينه التماره عين عتيق، تجزئة برومو سود مقابل مع مسجد الشرقاوي اللي كتجري من الجهة ديال تمارة، فوتو المحطة ديال الأفريقية اللي كاينة في عين عتيق، والدورة الأولى على يديكم ديال اليمن. وبالنسبة للناس اللي كيجيو من لوطوغوت ولا كيجيو من الجهة ديال الصخيرات ولا من الجهة ديال تمسنا فكتفوتو البان سيو بانك اللي كاين في عين عتيق، والدورة الأولى على يديكم ديال اليسر غادي تلقاو إن شاء الله المحل قبلت المسجد. مرحبا بكم إن شاء الله يا ربي كاملين، كتشرفونا بزيارتكم. للناس ديال كازا كيزورونا بزاف بزاف، شكرا بزاف على الثقة ديالكم وعلى الزيارة ديالكم، وكذلك حتى الناس ديال تمارة ديال الرباط ديال صلا ديال قنيطرة وديال المغرب كامل. الناس كيجيو عندنا الحمد لله من جميع المناطق، كنشكركم بزاف بزاف، وحتى كذلك الناس هكا اللي بعاد وما كيقدروش يجيو عندنا كيتواصلوا معايا بالرقم ديال الواتساب. شكرا بزاف على الثقه ديالكم ومرحبا بكم كاملين عند محلكم تخفيضات ساره. وبالنسبه للناس كيبغيو يكوموندو فحال كنوصلوا لجميع المدن ديال المغرب، تقدروا تواصلوا معايا ان شاء الله عبر الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 63 80 20 43، او كذلك عبر الانستغرام اللي هو @promo.sara. وبالنسبه للناس كيبغوا لو ثيرموميكس لو كوبولد لو ثيرموميكس فراند ولا جميع لي اكسسوار ديالهم فكلهم توفر عند محلكم تخفيضات ساره بعروض اللي جميله بزاف، تقدروا تجيو سو بلاصه هكا المحل وان شاء الله يا ربي تلقاوهم. وبالنسبه للناس كيبغيو هكا الثيرموميكس وباقيين هكا ايزيزيت يعني هكا باقي هكا شاكين، راه الثيرموميكس غادي يتزاد الثمن ديالو من هنا لشهر الجاي ان شاء الله. كيف كتعرفوا دابا الزياده ولات في اغلبيه ديال المنتوجات، وحتى كذلك الثيرموميكس ان شاء الله غتكون فيه واحد الزياده. داكشي باش الناس هكا اللي بغاوه فتقدروا انكم تستافدوا من العرض الحالي ومع بزاف ديال لي كادو معاه، غير تواصلوا معايا الرقم ديال الواتساب قبل ما يسير ان شاء الله يا ربي هذا الشهر باش تقدروا تستافدوا من البرومو اللي فيه. وبلا ما نطول لكم اكثر نبداو مع البروموسيون اللي كتجي اليوم. الوغ اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها واللي هما هاد الصواني هادو، شوفوا الشكل ديالهم كيف كيجي. هادشي كامل كيجي بنحاس طبيعي 100%. كنحاول ان شاء الله انه نوريكم هكا جميع لي ديتاي ديالهم. كاين هاد الزواقه هادي، هاد النقشه هادي جديده كتجي هكا نقشه هكا صغيره كيف كيبان لكم على هاد الشكل، وعاد كتجي فيها هكا في الجوانب كتجي هكا الزواقه ديال التاج. هادي كتجي هكا نحاس على طبيعته، وهذا اكبر عبار كاين، كيجي العبار ديال 53 كيتسمى، كيجي فريمون كبير هكا، كيهز لكم جوج ديال البرارد و12 الكاس مرتاحين، وكذلك حتى كيجيو فريمون صحاحين مزيان، كيجيو اليدين ديالهم على هاد الشكل. وبالنسبه للرجيلات نحاول ان شاء الله يا ربي نوريهم لكم، كيجيو بحال ما هكا على شكل بحال الكويره بحال ما هكا، وفريمون كيجيو صحاحين يعني كيهزو مزيان. بالنسبه للثمن ديال هذا الموديل هذا فكيجي الثمن ديالو ب 850 درهم، 850 درهم عند محلكم تخفيضات ترى اكبر ما كاين في الصواني هو هذا اللي كيبان لكم، كيجي هكا كنذكر الثمن ديالو ب 850 درهم. والجديد حاليا هو انه جبناه لكم كذلك حتى في المشلل بالذهب، هو هذا دابا هذا راه هذا نحس على طبيعته، وهذا مشلل بالذهب كيجي فريمون واحد اللون فيه رائع بزاف، كيجي هكا بحال لون نيشان ديال الذهب هكا ديال المجوهرات ديالكم، كنعتذر على هذا الصداع. وكيجي بحال ما هكا، كيجي فيه 53 كذلك سنتيمتر في القطر ديالو، وكيجي هكا كامل فيها هكا هاد الزواقه هادي، زواقه هكا بلديه، وحتى الجوانب ديالو كيجيو عاليين، كتجي فيهم هكا الزواقه هادي ديال التاج، حتى كنتو ديجا واخدين نتوما المبيخرات ولا لي بونبونيغ هكا ديال التاج، ولا كذلك حتى عماير ديال الاتاي، ففريمون كيتواتاو معاهم بزاف. وبالنسبه للثمن ديال هاد العبار هذا الكبير كاع كيجي ب 1050 درهم، 1050 درهم اكبر ما كاين في الصواني والمشلل بالذهب. هذا راه هو اللي كتلقاو ب 1800 درهم، 1700 درهم في المحلات عند محلكم تخفيضات ترى ب 1050 درهم، وكتذكر انه هذا راه نحاس ومشلل، يعني ماشي اينوكس ولا ماشي شي ماتيغ وحده اخرى، راه نحاس ومصوب عندنا في لاتولي ديالنا. وكاين كذلك فيهم حتى العبارات، نبقاو هكا مع العبارات ديال الصواني الذهبيين. كاين هذا الموديل هذا، هذا راه نفسه هذاك اللي وريتكم دابا ديال 1050 درهم العبار الكبير، وغير هذا كيجي هكا عبار اصغر، هذا كيجي فيه العبار ديال 50 سنتيمتر، هذا ديال العبار ديال 50 كيجي على هذا الشكل، كيجي فريمون عالي كيف كيبان لكم، وكيجي بحال ما هكا في الداخل ديالو كله، حتى هو كذلك هذا مشلل بالذهب. بالنسبه للثمن ديال هذا كيجي ب 850 درهم، 850 درهم العبار ديال 50 سنتيمتر. و نبقاو دائما مع الصواني الذهبي، كي كذلك حتى هذا الموديل هذا اللي كيجي بحال ما هكا، بالنسبه لهذا كيجي نحاس على طبيعته، نحاس اصلا كيكون اللون ديالو هكا صفر، نحاس صفر
كيجي على هذا الشكل، وحتى هو كذلك كيجي نفس الشيء، غير هو هكا الزوقه كتجي مختلفه، كتجي كتسمى كزوقه ديال الريال، كيجي فيها كبحال دوائر، وفي التحت ديالها كتسمى هذه المختولي. غير باش تكون عندكم هكا فكره، هذاك كيجي كبحال الدق، هذاك كيتسمى ديال المختولي في التحت، يعني كبحال الفراش ديالو مختولي، وعاد كيجي فيها كزوقه ديال الريال، كتجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذه كتجي الثمن ديالها حاليا ب 850 درهم عند محلكم تخفيضات سارة تقالين. جيو المحل هزوا الصينيه وشوفوا كيفاش دايره، وشوفوا كذلك حتى الصحه ديالها كيفاش دايره، حتى اليدين ديالها والرجلين ديالها، يعني فريمون كيهزوا هكا ثقل. هذه ديال جوج براد مع كيف ذكرت 12 الكاس، وكاين كذلك حتى البرارد راه حتى هما كذلك فيهم الاشكال والانواع ديال محلكم تخفيضات سارة. نبداو باول موديل اللي هو هذا، هذا كيجي مشلل بالذهب، هذا كيجي براد ديال النحاس ومشلل بالذهب، كيجيو الرجلين ديالو بحال هكا، وعاد كيجي فيها الزوقه ديالو اللي كتواتى هكا مع الصينيه ديالكم، راه كيجي فيهم هكا نفس اللون، وكيجي هكا مهرس واحد شويه هكا بالفضي، كيجي فيه هنايا واحد شويه ديال الفضه، باش ما كيبقاش هكا كلشي هكا ذهب في ذهب، كيجي هكا شويه مهرس هكا باللون الفضي. بالنسبه للثمن ديال هذا كيجي ب 420 درهم. هذه الماركه ثقيله، يعني ان شاء الله جيو للمحل هزوا هكا البراد وشوفوا كيفاش داير، كيجي فريمون ثقيل، والثمن ديالو ب 420 درهم اللي كيتواتى مع هاد السينيه. هاد الشيء كامل دوزت لكم اليوم خصوصا في هاد الصواني هادو، ففريمون الكميه منهم محدوده. الناس اللي بغيوهم سوا كومونديوهم في الواتساب وعلموني قبل، وان شاء الله جيو مرحبا بكم المحل، كميه منهم كتجي محدوده. نكملوا ندوز دابا لهذا الشكل هذا ديال الصواني هادو ديال هاد البراند. الوغ بالنسبه لهذا حتى هو كذلك موديل جديد عند محلكم تخفيضات سارة، كيجي فيه هاد الزواقه هادي في الجوانب. كنعتذر بزاف على هاد الصداع، راه ولدي هو اللي كيدير الصداع، كنعتذر. كيف ذكرت كيجي على هاد الشكل هذا، فيه الزواقه في الجوانب، وكتجي حتى كذلك صينيه مقلوبه. الاختلاف بالنسبه لهادو هو انه كيجيو كيف كما لكم الرجلين ديالهم عاليين، الاخرين كيجيو رجلين كرويين، وهادو كيجيو هكا الرجلين ديالهم عاليين، وكيجيو فريمون فيهم واحد التشكيل اللي راقي بزاف، حتى هما كذلك ثقالين. وفقط للاشاره بالنسبه للصواني اللي كيجيو عند محلكم تخفيضات سارة، فكنخدمو حنايا ب اسمك طول اللي بغينا نقولو هكا ديال النحاس، يعني اسمك طول يمكن ان نخدمو بها هكا ديال النحاس. كتشوف كيبان لكم هكا صامتين، ودابا كنورك عليها، يعني فريمون ما كتحركش نهائيا وما كتزعزعش، واخا كنضغط هكا بقوه ففريمون ما كتزعزعش نهائيا. جيو ان شاء الله المحل، شوفوا هكا الكاليتي ديال الصواني كيفاش دايره، وهزوهم حتى غير صينيه بوحدها بلا براد بلا حتى شي حاجه، كتجي فريمون ثقيله، الشيء كيخلي انه لا كاليتي ديالهم ممتازه. وبالنسبه كيف ذكرت لهاد الصواني هادو، حتى تقدروا تاخذوا كاي لون بغيتوا، ومع الوقت هكا مثلا يطلع لكم داك اللون هكا في راسكم، تقدروا انكم تعاودوا تشلوها يا اما بالفضه يا اما بالذهب هكا، ولا تردوها كاع اللون ديالها الطبيعي ديال النحاس. فهاد الشيء كله ممكن مع محلكم تخفيضات سارة. كيف ذكرت بالنسبه للثمن ديال هاد العبار هذا، كيف ذكرت ديال 50 سنتيمتر، فكيجي الثمن ديالو ب 800 درهم العبار ديال 50 سنتيمتر. وكاين فيه كذلك حتى العبار ديال 75 ديال 45 باردون سنتيمتر، هذا ديال 50، هذا قدو قد هذا، هذا عبار كبير ماشي داك العبار الصغير، هذا العبار ماشي صغير، والمتوسطين اللي صغير من الكبير كاع، هذا ديال 45. كيف تقدروا ديروا فيها حتى جوج ديال البراد هكا ومع هكا الكؤوس، ولا ديروا فيها غير براد واحد هكا مع الكؤوس ديالو. هذا كيف ذكرت كيجي الثمن ديالو ب 800 درهم. وبالنسبه لهذا العبار هذا، هذا كيجي فيه ديال 45، راه ماشي نفس العبار، نحاول ان شاء الله نوريهم لكم اونصومبل. هذا كيجي هكا صغر حتى من هذا الشكل هذا باش يكون هكا عندكم فكره. هذا كيجي فيه الزواقه كامله ديال المختولي، مختولي هو هاد الدق هذا اللي كيجي كيبان لكم. وبالنسبه للثمن ديال هذا العبار هذا، فكيجي ب 750 درهم، 750 درهم، وكتجي فريمون صامته مزيان هكا الصينيه، 750 درهم وكتجي عاليه. هذه غير هي كتحطوها هكا فوق الطبله ديالكم، ففريمون كتعطي واحد المنظر اللي راقي بزاف. كاين كذلك حتى هاد البراد هادو اللي كيجيو على هاد الشكل، كاين كذلك حتى هاد البراد هادو اللي كيجيو فريمون راقيين بزاف. هاد راه اكثر موديل اللي مبيعا في المحل، لحقاش كيجي عنده واحد المنظر اللي جميل بزاف، كيجي هكا الشكل ديالو كروي، هذا هو الموديل اللي خارج دابا حاليا بزاف طوندونس، وكيجي هكا الشكل ديالو كروي، فيها الزوقه هادي روميه، وفريمون كتجي الماركه الثقيله هادي، كيجي فريمون ثقيل مزيان. وبالنسبه للثمن ديالو فحاليا فيه واحد البروموسيون اللي غتبقى 10 ايام فقط، هاد البروموسيون كيبقى الثمن ديالو غير ب 400 درهم، 400 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. الناس اللي بغيوها سارعوا، الكميه منو فريمون كتجي محدوده ب 400 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. كاين هاد الموديل هذا، وبقوا دائما مع البراند اللي كيجيو هكا ديال الفضه ديال هما نورمال نحاس ومشلل بالفضه، الماركه الثقيله، هذا كيتسمى الممتاز، غير باش تعرفوا الاسم ديالو، كيجي هكا كيف ذكرت الممتاز، وكيجي فريمون ثقيل، كيجي هاد الشكل هذا كيتسمى هكا ديال الفكرون، كيجي فيه هاد الزوقه هادي ديال الريال،
كيف كيبان لكم، وفي زواقه كبلدي وكيجاك قصير. حتى هذا الموضوع حتى هو خارج دابا حاليا بزاف، وبالنسبه الثمن ديال هذا حتى هو كيدير اون بروموسيون كيبقى ب 400 درهم فقط. كاين هذا الموديل هذا ب 400 درهم، وكذلك كاين حتى هذا الشكل هذا اللي كتجي فيها كزواقه بلديه بحال ما هكا، الثمن ديالو كيدير حتى هو كيجي ب 400 درهم فقط عند محلكم التخفيضات ساره. وكيف ذكرت حتى هذا كاين اللي بشل بالذهب كيجي الثمن ديالو ب 420 درهم. ودوز دابا حاليا للبيخرات اللي كيجيو على هذا الشكل، فريمون البيخرات جبت لكم فيهم الاشكال والانواع. كاين هذا الموديل هذا اللي كيجي فيه اكبر ماكين في الطباصل اللي هو هذا، هذا فريمون الطبسيل كيجي كبير، شوف وقتاش كيجي مقارنه مع اليد ديالي، فريمون كيجي كبير، كيجي معاه كزوج ديال المريشات وكيجي عالي، وعاد كيجي هكا المبخره ديالو بحال ما هكا. بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال البيخرات فهو اكبر ماكين، هذا اول مره غادي ندوزو، كتجي الزجاجه ديالو كيف كيبان لكم كتجي غارقه على هذا الشكل. هذا اول مره غادي ندوز هكا في القناه، وكيجي هكا الشكل ديالو فريمون مختلف، وملي كديروا فيها هكا في الداخل ديالو الحسكه، ملي كديروا فيها هكا داك البخور وكديروا فيه الجمر، فريمون كيعطي واحد المنظر اللي راقي بزاف، كيبقى يخرج هكا من الجوانب من هنايا البخار، وكيعطي واحد الشكل اللي جميل بزاف. كيف كيبان لكم العبار ديالها فريمون كتجي كبيره، وهاد الطبسيل هكا ديال الكريستال اللي كيجي فيها فهو اكبر حجم كاين في الكريستال هو هذا. هذا كيجي في بحال المقدمه ديال الحلوى تكون كبيره، غير باش تكون عندكم هكا فكره تقريبيه، ففريمون كيجي فريمون كبير بزاف، وغير هي كتحطوها هكا في وسط الطبله ولا تحطوها كديرك حتى في الارض كتعطي واحد المنظر اللي جميل بزاف. بالنسبه للثمن ديالها كتجي ب 480 درهم فقط لاول مره عند محلكم تخفيضات ساره، 480 درهم لمده 10 ايام فقط، غتبقى ب 480 درهم فقط. هذه راه هي اللي كتلقاوها ب 800 درهم 750، راه هي هذه اللي كتلقاوها دابا ب 480 درهم عند محلكم تخفيضات ساره، الناس اللي بغيوها سارعوا. كملوا ندوز دابا لهذا الموديل هذا اللي كيجي ديال الفيساتشي، هذا فريمون كيجي الشكل ديالو كبير، نحاول ان شاء الله نوريه لكم، كيجي بحال ما هكا. بالنسبه لهذا فكيجي فيه هنايا الشكل ديال الدولار، وكيجي فيه هكا المريشات ديالو، وكذلك حتى مع هذيك الجوهره اللي كتجي فيها هكا في التحت. نوريكم ان شاء الله حتى الشكل كذلك ديالو ديال التاج، كيجي بحال ما هكا، كيجي الشكل ديالو حتى هو كذلك فريمون جميل بزاف. نتوما تقدروا تختاروا هكا يا اما الشكل ديال التاج ولا الشكل ديال الدولار، كيجي عندكم نفس الثمن، وحتى هما كذلك اون بروموسيون حاليا، وكيجي المبخره الكبيره كاع اللي بالمريشات ديالها، والثمن ديالها ب 500 درهم فقط. هذا راه الفيرساتشي الكبير، راه كاين الفيرساتشي الصغير ديالو، هذا راه هو اكبر زاج كتلقاو ديال الفيرساتشي، كيجي الثمن ديالو ب 500 درهم فقط لمده 10 ايام. اختاروا اما هذا الموديل هذا ولا كذلك حتى هذا الموديل هذا. وبالنسبه لي بونبونيغ اللي كيجيو معاه فكاين كذلك حتى هذا الموديل هذا، كيجي بحال ما هكا، هذا كيمشي هكا مع الشكل ديال الدولار، وكاين كذلك حتى هذا الموديل هذا اللي كيمشي مع الشكل ديال التاج. بالنسبه للثمن ديالهم كيجي ب 150 درهم، باقي فيهم نفس البروموسيون اللي دوزت في المره اللي فاتت، كتجي هكا البونبونيغ ديال التاج ولا ديال الدولار، الزاج ديال فيساتشي هو هذا، الثمن ديالها ب 150 درهم فقط. وبالنسبه لهاد المبيخره هذه الناس اللي بغيو ياخذوها هكا مع البونبونيغ ديالها، فكاينه هي هذه كتجي على هذا الشكل، حتى كذلك كيجي الشكل ديالها جميل بزاف، والثمن ديالها اون بروموسيون العبار الكبير كاع ب 150 درهم، 150 درهم فقط لمده 10 ايام. نكملوا ندوز دابا لهذا الموديل هذا اللي جديد في المبيخرات، هذا فريمون الناس كاملين اللي كيجيو للمحل كل مره كيورينا هكا لي فوتو ديالو، كيقول لنا ان بغينا هذا الشكل، جي منا هذا الشكل وبثمن مزيان، ها هو دابا اخيرا متوفر عند محلكم تخفيضات ساره. هذا كيجي فيها هكا هذا القوس من هنايا، وكتجي هكا المبيخره كيف كيبان لكم هكا مهزوزه على هذا الشكل هكا بالسنيسلات، وعاد كيجي هكا التبصيل ديالها كبير بحال هكا، وعاد كتجي عندها رجلها هكا كامله بالنحاس. بالنسبه للثمن ديالها ولاول مره حصريا كيجي الثمن ديالها ب 400 درهم. بالنسبه لهذه فقط للاشاره فكتجي هكا العبار ديالها الكبير، شوفوا كتجي هكا فريمون عاليه، العبار الكبير فيها هكا العبارات، العبار الكبير كيجي الثمن ديالو ب 400 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره. وفقط الاشاره الناس اللي بغاو هكا العبار اللي اصغر فحتى هو كذلك متوفر عند محلكم تخفيضات ساره. بالنسبه لهذه فالعبار الصغير هو اللي كتلقاوه هكا ب 700 درهم ب 650، فالعبار الصغير ديالها راه ماشي هذا العبار هذا اللي وريتكم دابا، والعبار الصغير هو هذا كيف كيبان لكم كيجي على هذا الشكل، نتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. كيجي هكا في هذا القوس دابا مع الاضاءه جات موراه، يعني ما كيبانش لكم مزيان، هذا كله كيجي كيلمع، كله كيجي هكا بالنحاس البراق اللي في اللون الذهبي، الرجل ديالو كتجي كامله هكا بالنحاس، طبسيل كبير، وكتجي هكا المبخره على هذا الشكل، هذا العبار الصغير كيف ذكرت. وبالنسبه للثمن ديالو لاول مره غادي يكون ب 350 درهم، 350 درهم فقط
انمح لكم تخفيضات صراحه طريا هاد الثمن. والناس اللي كيستغربوا من الثمن كيقولوا واش هذا ماشي نحاس، علاش زعما هاد الثمن لهاد الدرجه وكاين هاد الفرق الكبير ما بين محل تخفيضات ترى وباقي المحلات؟ حقاش حنا عندنا لاتولي ديالنا كنخدموا هاد السلعه كامله لراسنا، وكاين الحريفيه ديالنا اللي كيخدموا لنا هادشي. داكشي باش كتلقاو انه هاد الاختلاف، يعني ماشي السلعه كتخدم في لاتولي عاد كتمشي عند الجمال عاد كتمشي عند مول المحل، يعني حنا نيشان من لاتولي البويو ديالكم ان شاء الله. داكشي باش كيكون احسن ثمن كيف عودناكم. هذا كيف ذكرت كيجي الثمن ديالو 350 درهم حصريا هاد العشر ايام. وفقط الاشاره، اي موديل عجبكم في داكشي ديال النحاس داكشي ديال الكريستال، جو ان شاء الله مرحبا بكم المحل ولا صيفطوه ليا كذلك حتى في الواتساب، وان شاء الله نصوبو لكم هكا سوغ بلاص في لاتولي ديال تخفيضات سارة. بحال مثلا كاين ناس مثلا كيعجبهم بحال ما هاد الراس هذا، كاين ناس مثلا كيعجبهم بحال ما هاد الشكل داكشي، تعمدت اني ندوز لكم هكا لي موديل بزوج. كاين كيعجبهم هاد الموديل هذا ديال الارجل، وكاين كيعجبهم موديلات اخرى، اي شكل بغيتوه عندنا بحالكم تخفيضات سارة سوغ بلاص كيقدر انه يتصوب لكم. مرحبا بكم ان شاء الله للمحل، داير هكا ميني اتولي في المحل وزيادة كذلك حتى على لاتولي الكبيرة اللي كتوجد فيها هكا السلعة كاملة. مرحبا بكم ان شاء الله كاملين عند محلكم تخفيضات سارة. نكملو وندوزو دابا لهاد لو موديل هذا. بالنسبة لهذا كيجي هكا طبسيل هكا مع رجل هكا ديال النحاس، باه حاطة فوق داك لو سيبور، وزيادة كذلك حتى على ربعة ديال المريشات كيجيو على هاد الشكل وعلى لو سيبور ديالهم. بالنسبة للثمن ديال هذا كيجي كلشي هكا ب 375 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. والناس هكا اللي بغيو غير نفس الشكل وهو هكا مع زوج ديال المريشات فكيجي الثمن ديالو ب 250 درهم، الشكل ديال جوج ب 250 وهذا ب 375 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. وهو دا باش يبان لكم هكا الفرق بيناتهم، هذا اللي كيجي هكا العبار الصغير وهذا اللي كيجي هكا العبار الكبير. فوالا بالنسبه للفرق بينهم انه هذه كتجي هكا عند الزواقه مضوبله، وهذه كتجي عند هكا زواقه على واحد في شكل هكا ديال الدولار. هذه ب 350 درهم وهذه كتجي ب 400 درهم فقط. وختامه مسك ان شاء الله مع هذا البراد هذا اللي ان شاء الله حتى هو كذلك فيه بروموسيون حاليا. هذا كيجي فيه نحاس على طبيعته، كيجي بحال ما هكا النحاس الاصفر، وبالنسبه لهذا فكيطيب فوق البوطه يعني طيبوك بال مرتاح. كيجي هكا الحجم ديالو فريمون كبير، وحاليا ولاول مره براد ديال النحاس ب 250 درهم فقط، 250 درهم فقط حصريا عند محلكم تخفيضات سارة. يجي بحال ما هكا. وبالنسبه لهذا فقط الاشاره، هذا شويه لكم مثلا مع بحال ما هاد الصينيه، حقاش كيجي هذه كتجي هكا بالنحاس الاصفر وهذه كذلك حتى بالنحاس الاصفر، يعني هكا كيجي هكا فيهم نفس اللون بحال كيف ما دوزت لكم مثلا هذه هكا الفضه مع بعضياتهم، كذلك حتى هذا ديال الذهب مع بعضياته. هذا يجيكم مثلا مع بحال ما هاد الصينيه هذه، او كذلك حتى مع بحال هاد الصينيه هذه اللي دوزت لكم في الاول. رغفالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، علاشكم ما تنساوناش من لي لايك تشتركوا في القناه. بالنسبه للاشتراك فهو تضغطوا هكا على الزر الاحمر اللي موجود اسفل الشاشه، وكذلك تخليو لي دي كومونتير زوينين ديالكم كنقراهم كاملين، كنخليكم هكا دي كور. مرحبا بكم كاملين، وان شاء الله نتلاقاو في الواتساب او نتلاقاو كذلك حتى في المحل. مرحبا بكم، والى الفيديو المقبل باذن الله. إلى اللقاء.